أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية جديدة مع الزميلة بدايتها مع الزميلة شاهندة عبد الرحيم. أهلا بك شاهندة. أهلا بك لؤي وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات. وأضاف المتحدث أن بايدن أعرب عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا، تناول تبادل وجهة النظر بشان الوضع الاقليمي الراهن والتصعيد العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة، حيث توافق الرئيسان بشان ما يمثله الوضع الحالي من خطورة وتهديد للاستقرار الاقليمي على نحو يستوجب خفض التوتر ونزع فتيل العنف، مع توفير الحماية الفورية للمدنيين ورفض الحصار الجماعي والتهجير، مؤكدين ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة في ضوء تدهور أوضاعهم الإنسانية إلى حد حافة الكارثة. وقد عرض الرئيس السيسي الجهود المضنية التي تقوم بها مصر في هذا الخصوص. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي استعرض كذلك جهود مصر لحشد المجتمع الدولي نحو التوافق حيال دفع مسار السلام على أساس حل الدولتين، وذلك وفق مرجعية الشرعية الدولية ذات الصلة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه إذا دعا الشعب المصري إلى الخروج لرفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، فإن العالم سيرى الملايين في الشوارع لدعم موقف الدولة المصرية. وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز بالقاهرة، أشار الرئيس السيسي إلى أن عملية الحصار المطبق على القطاع ومنع المياه والوقود والكهرباء هدفها نقل المواطنين من غزة إلى سيناء، وهو أمر ترفضه مصر. إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر، العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة، أو لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى بين إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. أنا قلت المعالي المستشار مصر فيها 105 مليون، والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا يعني استدعى الأمر أن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فستروا ملايين من المصريين، ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. أنا بقول الكلام دوت عشان قبل الأمور، ما لأن احنا شايفين إن عملية الحصار المطبق على القطاع، أنا آسف إن أنا أطلت معالي المستشار، ولكن دي قضية خطيرة، وعملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع هو الهدف النهائي، في النهاية هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء. كما أكد الرئيس السيسي رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مشيرا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال شعبه. وأكدت أن مصر ترفض
تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. وأكدت في هذا الصدد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني. هذا وأكد الرئيس السيسي أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر، مؤكدا أن كل من يهمه السلام في المنطقة لا يقبل بذلك وليس فقط في مصر. وأكدت أن تصفية القضية الفلسطينية أمر غاية في الخطورة، وأنا هشرح كثيرا في هذا الأمر، لأن احنا نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر. وهنا أنا هتكلم بمنتهى الصراحة لكل من يهم السلام في المنطقة وأهمية إن ده ما نقبلوش كلنا، مش بس في مصر. نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار مسار خيار استراتيجي نحرص عليه وننميه، ونسعى أيضا على أن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام إليه. كما أكد الرئيس السيسي أن نقل المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء عبارة عن نقل فكرة المقاومة والقتال من غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص ولا ينبغي تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ. وفي رأي عام عربي وإسلامي داعم جدا لهذا الأمر ويتابع بشدة كل ما يحدث فيها. إذن فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة أنه هيحدث أيضا أمر مماثل، هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها واللي المجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ، لأن الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود. وبالتالي أنا بحذر من خطورة هذا الأمر. بالمناسبة وأنا شرحت هذا الأمر مطولا للسيد المستشار الذي أبدى تفهما وتقديرا كبيرا للفكرة، الفكرة كلها أن احنا أن نقل اللاجئين المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء ببساطة خالص ده عبارة عن أن احنا بننقل فكرة المقاومة، فكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل. وفي الحالة دي هيبقى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي. تقوم النهاردة في إطار رد فعلها تقوم تتعامل مع مصر على إن هي وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية. مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي محتاجين أن كلنا نساهم في أن الاستثمار الكبير اللي عملناه في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بارغ الأسى والألم جراء القصف الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، متقدما بخالص التعازي لأسر الشهداء. وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز بالقاهرة، أكد الرئيس السيسي إدانة مصر لكل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة في انتهاك صريح لكل القوانين الدولية، مشددا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين ومطالبا المجتمع مع الدولية بالتدخل الفوري لوقفها. اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن بالغ الأسى والألم وأتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، وأؤكد إدانة مصر لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية
وأشدد على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها. معالي المستشار، اسمح لي ان انا ارحب بكم في مصر في توقيت غايه في الدقه والخطوره، في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزه والتحديات الاقليميه المرتبطه بهذا التصعيد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز للقاهرة تأتي في توقيت غاية في الدقة والخطورة، وذلك في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد. إن زيارتكم لمصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا والتزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما تتيح هذه الزيارة التنسيق والتشاور المستمر من أجل تحقيق أهدافنا وغاياتنا المشتركة، والتي يأتي في مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبما ينعكس أيضا على أمن القارة الأوروبية. كما أشار الرئيس السيسي لأن مباحثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتز تناولت المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتصعيد العسكري في قطاع غزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين من الجانبين، وينظر أيضا بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، مشيرا لأن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفوري للتصعيد الحالي. لقد تناولت مباحثاتنا اليوم مع فخامة المستشار الألماني بشكل تفصيلي المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتصعيد العسكري في قطاع غزة الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين من الجانبين، وينظر أيضاً بمخاطر الجسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة. كما أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة. إن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفوري للتصعيد الحالي. لقد تناولت وفخامة المستشار شولتز الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة من خلال اتصالاتنا المكثفة مع طرفي الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية على مدار الأيام الماضية، واتفقنا في الرؤى حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة المدنيين للمزيد من الخطر. أكدت كذلك ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد الرئيس السيسي أنه خلال السنوات الماضية لم يتم النجاح في خروج دولة فلسطينية إلى النور رغم المبادرات والقرارات المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمبادرات العربية التي قدمت في هذا الشأن بهدف إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تضمن أمن واستقرار كل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. أنا بس عايز أقول إن القطاع الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية، وخلال السنوات الماضية مش هقول لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء قدرات عسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينية، ولكن عايز أقول إيه اللي خلى الموضوع وصل لكده؟ هل في أفق؟ هل في دولة فلسطينية كانت خلال 20-30 سنة اللي فاتت نجحنا في إنها تخرج إلى النور رغم المبادرات المختلفة والقوانين المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
والمبادرات العربية اللي تقدمت في هذا الشأن على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ومستعدين أو وطرحنا ده أنها تكون في قوات أممية أو من الناتو أو قوات عربية تضمن أمن واستقرار كل من الشعب الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني. طب ده ما حصلش. احنا لو جينا النهاردة واجتزأنا ما يحدث الآن في فلسطين دون معرفة أسباب ده، احنا مش بنبرر، لا نبرر أبدا أي عمل يستهدف أي مدني، لكن احنا بنتكلم على ان احنا مش عايزين أبدا واحنا بنتناول القضية ديت اللي احنا بنعتبرها قضية القضايا، قضية القضايا قضية منطقتنا بالكامل وليها تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز الذي يقوم بزيارة لمصر. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري. وقد عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء المباحثات. تناول اللقاء التباحث المكثف بشأن الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة وتداعياته الجسيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
الأمم بتصمد مش بس بقيادتها، الأمم بتصمد بشعبها وبقيادتها. أمر مهم قوي إن إحنا نبقى واخدين بالنا من التحديات اللي موجودة في منطقتنا. شوفوا وراجعوا وتابعوا الأوضاع اللي موجودة على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية وعلى حدودنا الشرقية الآن، هتجدوا دايماً إنها مشتعلة، لكن قدرة مصر على تأمين نفسها وحماية نفسها بفضل الله سبحانه وتعالى كافية، لكن شعبها كمان هو كمان مسؤول معانا على حفظ مصر وأمنها. مصر هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى باقية صامدة قادرة بيكم أنتم. قرر مجلس النواب عقد جلسة طارئة اليوم الخميس للنظر في تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. هذا ونكس مجلس النواب علمه من أعلى مقر المجلس حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رفض مصر القاطع لأي دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني. وخلال مشاركته في أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية في بغداد، دعا جبالي البرلمانات العربية إلى التحرك في كافة المحافل الدولية لإطلاع العالم على تاريخ وحاضر جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تتناقض مع القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الإنساني تخفيفا لمعاناة الشعب الفلسطيني، ووصلت اتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء تصعيد غير المسبوق، مؤكدا على أن الدولة المصرية استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة في الأبعاد والتداعيات، وأنها ستمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المفرط الذي مورس ويمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة، مضيفا أن الجريمة الناجمة عن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني توضح بجلاء مدى إجرام الاحتلال الإسرائيلي وتضيف جريمة جديدة إلى سجله المشين، مؤكدا على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تنساها ولن تغفرها الأمة العربية. أعلن مجلس الشيوخ في جلسة طارئة تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني. وخلال الجلسة التي عقدت لمناقشة تداعيات الحرب على غزة، أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إدانة المجلس لهذه الحرب واعتبارها حرب إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر، مشيرا إلى رفض المجلس لسياسة تهجير أبناء غزة من أرضهم ووطنهم، ويدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانتها. كما يدعو المجلس والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر والعالم إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع. كما دعا مجلس الشيوخ الشعب المصري بكل طوائفه إلى التكاتف صفا واحدا خلف رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة. ومجلس الشيوخ إذ يجتمع اليوم في أول جلسة طارئة لمناقشة تداعيات تلك الحرب لرفضها ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من أرضهم ووطنهم، ويدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في حماية الشعب الأعزل وفي حماية الأمن والسلم في هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين ولن ينجو منها أحد. كما يدعو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر والعالم
إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع. ومجلس الشيوخ يدين تلك الحرب، فإنه يؤيد ويدعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني. ويدعو مجلس الشيوخ الشعب المصري بكل طوائفه إلى التكاتف صفا واحدا خلف فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وفي كلمته خلال الجلسة الطارئة أكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة أن ما يمارسه الاحتلال يعد جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب المحاسبة أمام المحكمة الدولية الجنائية، مشيرا إلى أن مصر أمن مصر خط أحمر لا تهون فيه. الاعتداء على المدنيين بكافة أنواع الاعتداءات، سواء أكانت اعتداء جسمانيا أو كما يحدث الآن بعمليات الحصار والتجويع، وكل ذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة يشكل جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ويستوجب المحاكمة طبقا لمواثيق الأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. الأمر الآخر أن موقف مصر شعبا وقيادة وجيشا واضح وصريح في أن مصر لا تبغي إلا الأمن والسلام مع المحاذير التي أوضحها سيد فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي ومع المستشار الألماني في أن عملية التهجير القسري وأن مرفوضة، وأن حدود مصر وأمن مصر خط أحمر لا تهاون فيه. أكد اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ رفضه للاعتداءات الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال من جرائم ضد الشعب الفلسطيني ومن عنف ومذابح والتجهير القسري، ودعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي ووحدة وسلامة الأراضي المصرية. أعرب الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن عن عميق الأسف والحزن لما ينتهجه الكيان الإسرائيلي المحتل من عنف ومذابح إزاء المدنيين الفلسطينيين وانتهاج عمليات التهجير القسري في انتهاك لكافة القوانين والمواثيق الدولية، واستعلن الهيئة البرلمانية دعمها وتأييدها الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية في كافة ما يتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري ووحدة وسلامة أراضي البلاد. ويعلن الحزب اصطفاف قيادته وأعضائه ووقفتهم وقفة رجل واحد مع الشعب المصري العظيم خلف القيادة السياسية الحكيمة، واستعدادهم لتلبية دعوة الرئيس والوطن والنزول لدعم جهود الدولة المصرية في منع تهجير الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها. أشاد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن بمجلس الشيوخ بأسلوب المصارحة الذي ينتهجه الرئيس السيسي تجاه مختلف القضايا، والذي بدا جليا في رفضه العلني والقاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير سكان غزة. وأكد الخولي أن موقف الرئيس السيسي كان له عظيم الأثر في نفوس المواطنين خاصة الشباب. سيد الرئيس هو بيتكلم صحارة وصحح لنا مفاهيم لشبابنا. اتعودنا دايما في القضية الفلسطينية ان في كلام في الغرف المغلقة وفي كلام بيتقال للشعوب. اول مرة نلاقي رئيسنا طالع بيكلم شعبنا وبيكلم العالم كله بره زي جوه الغرف المطلقة. سمعنا اللي اتقال في الغرف المطلقة قبل ما يدخلوا في الغرف المطلقة، دي أول مرة الحقيقة. وده خلى كل شاب مصري، دي مهمة أوي معانا الرئيس، لأن القضية الفلسطينية في دمنا في روحنا، بس كان جالها فترة للشباب العربي والشباب المصري بقى فيه حوالي فيه خمول. اللي حصل بعد ما السيد الرئيس كان كلامه واضح في حل القضية،
في رفضه للتهجير، في مخطط الشعب المصري والعالمي على الخط الاحمر لكل شبر في ارضنا سيناء، خلى شبابنا يجري بره عن الدم. اول مره الاقي الشباب المصري بيجري بره عن الدم، اللي قالوا رئيس القضيه لا ده جيل تاني وتالت هيطلع لكم واعد لكم. تحيه بجد من قلب السيد الرئيس اللي خلاني ببقى فخور وانا بقول رئيس مصر وهو بيكلمنا بالصراحه دي. قال ياسر الهضبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ إن مصر تكتب تاريخها بيدها ولا يكتبه لها أحد، وتصنع حاضرها ومستقبلها أيضا بأيديها، وتتخذ قراراتها بضمير زعيمها. مصر دائما تكتب تاريخها بأيديها لا يكتبه لها أحد، وتصنع حاضرها ومستقبلها أيضا بأيديها لا يصنعه لها أحد، وتتخذ قراراتها بضمير زعيمها لا يملي على زعيمها قراراته أحد. وأنا بقول إن دايما إسرائيل لا تخيب الظن فأنها دولة ملطخة يد قادتها بالدماء، دولة استعمارية، دولة بلطجية، من مجزرة بحر البقر إلى مجزرة صبرة وشتيلة إلى مجزرة المستشفى الأهلي أمس بغزة، هي هذه هي إسرائيل. أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع سيد عبد العال أن رئيس السيسي عبر عن حقوق الشعب الفلسطيني من جانب، والمخطط الذي يستهدف مصر والمنطقة من جانب آخر. وخلال كلمته أمام الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن مصر تدعم صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وقضيته. نحن أمام لحظة تحول تاريخية يدركها جيدا المصريين، ولأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مواطن مصري بالأساس، فقد عبر بفروسية وبعبارات واضحة ومحددة عن حقوق الشعب الفلسطيني من جانب، ومخاطر المخطط الذي يحاك للمنطقة والذي يستهدف إضعاف مصر بالأساس من جانب آخر. ولذلك كانت بالذات اليوم صباحا في المؤتمر الصحفي كان حديثه واضح ومحدد انه لا يقدم المشاعر التي قد تعجب البعض ان الشعب الفلسطيني شعب اخ وشقيق فاهلا وسهلا به، ولكن هو اهلا وسهلا به في بيوتنا وفي داخل بيوتنا، ولكن هم يدركون وهم لا يريدون ان يتركوا ارضهم، ونحن نحفزهم على ذلك وان نخوض معهم معاركهم بالمسانده الكامله. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تقف صفا واحدا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الشديد على السيادة الوطنية وإحلال السلام العادل. كذلك في كلمة مدبولي أمام مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وشدد مدبولي على رفض مصر وبحسم أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتفريق أرضه منه في محاولة لإنهاء قضيته وتصفيتها، مثمنا وعي الشعب الفلسطيني في رفضه القاطع والحاسم لأي محاولة لتهجيرهم من أرضهم وإنهاء قضيتهم، ومعربا عن تقديره للموقف العربي والإسلامي الداعم لذلك. ودعا مدبولي إلى تنفيذ عدة نقاط أبرزها الوقوف صفا واحدا خلف قيادة الرئيس السيسي وحرصه الشديد على السيادة الوطنية على كل ذرة من تراب مصر، مشيدا بجهوده الرامية إلى إحلال السلام العادل وعمله الدؤوب على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
أعرب قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن رفض واستنكار الكنيسة القبطية والمجمع المقدس لما يحدث في بلاد فلسطين، مشيرا إلى أن ما يحدث في هذه الحرب التي ليس فيها أي شكل من أشكال التكافؤ، كذلك قبل إلقائه العظة الأسبوعية في كنيسة الشهيد ماري جرجس. وقال قداسة البابا إن القلوب تعتصر ألما مما يحدث على أرض غزة والأعداد الكبيرة من الضحايا والشهداء والمصابين ومن أسر ومشردين وعنف قاس للغاية. كما أكد البابا تودروس أن الهجوم الذي وقع على المستشفى المعمداني يعتبر مخالفا للقوانين الدولية التي تمنع الهجوم على المستشفيات حتى في أثناء الحروب. أعلنت الكنيسة الكاثوليكية دعم وتأييد موقف القيادة السياسية في مصر من جهود في حل أزمة الصراع في قطاع غزة ووقف نزيف الدماء. وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإبراشيية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية إن الكنيسة رهن إشارة الدولة المصرية في كل ما ستتخذه من قرارات سياسية مستقبلا لدعم وقف القتال بقطاع غزة. أيدت الطائفة الإنجيلية في مصر على رأسها الدكتور القس أندري زكي كل ما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول خطورة تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، والتأكيد على أن هذه الفكرة ستهدد السلام القائم بين مصر وإسرائيل. كما أكدت الطائفة على رفض المصريين التعامل مع القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، على أن يأتي ذلك على حساب الأرض المصرية، معربة عن ثقتها في أن الدولة المصرية ستظل على موقفها الأصيل في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه. وأكدت الطائفة مجددا بأنها تثق بأن مصر قادرة على استقبال المساعدات والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك. كما أكدت الطائفة أنه انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، فساهمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بنحو 42 طنا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم حوالي 50,000 أسرة في طريقهم لدعم الأشقاء في فلسطين. شهد ميدان الحصر بمدينة السادس من أكتوبر وقفة تضامنية مع فلسطين ولإعلان تأييد موقف وتصريحات الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية ولرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وفي محافظة الإسكندرية خرجت مظاهرات حاشدة لتأييد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، كما أكدوا دعمهم لموقف الرئيس السيسي القوي الداعم للقضية الفلسطينية. كما شهدت محافظة مطروح وقفة للمواطنين للإعلان تأييدهم للرئيس السيسي ولتصريحاته خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والتي أكدت دعم مصر للقضية الفلسطينية ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وشهدت محافظة الفيوم أيضا وقفة للمواطنين لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني، والتي أكد فيها دعم مصر للقضية الفلسطينية ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وفي محافظة بني سويف نظم المواطنون وقفة تضامنية لدعم فلسطين ولتأييد تصريحات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. كما شهدت محافظة سوهاج وقفة للمواطنين لإعلان تأييدهم لرئيس السيسي وتصريحاته خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والتي أكدت دعم مصر للقضية الفلسطينية ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وفي محافظة أسيوط خرج الأهالي في مسيرات حاشدة لإعلان تأييد الرئيس السيسي حول حشد الشعب المصري، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية. شهدت جميع محافظات الجمهورية تأييدا كبيرا من المواطنين لموقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية وتصريحاته حول منع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. احنا بنحيي السيد رئيس الجمهورية على الفطنة الشديدة جدا اللي موجودة من عملية اخواتنا اللي موجودين في فلسطين ومحاولة الكيان الصهيوني ان هو يهجرهم الى سيناء. احنا بنقول لا، سيناء خط احمر. انا ضد تهجير الفلسطينيين الى اي مكان من بلادهم. فلسطين ارض فلسطينية، ملك الشعب الفلسطيني، وهو الوحيد اللي يقدر يقول ان هو هيمشي منها ولا هيدافع عنها زي ما بيدافع عنها دلوقتي، وكلنا شايفين البطولات الفلسطينية اللي بتبذل على وجه الارض. انا برفض اي تدخل اللي يضغط علينا ان احنا الفلسطينيين ينزحوا الى سيناء. سيناء خط احمر، سيناء مصريه 100%. مش معنى كده ان احنا بنتنصل لا سمح الله من الفلسطينيين، بس فلسطين لفلسطين وسيناء للمصريين، ده موضوع وامر منتهي يعني. اكيد احنا كلنا مع الرئيس ومعاه، زي ما طلع النهارده الصبح في اللقاء مع المستشار الالماني، احنا بناكد ان احنا رافضين لسياسات التهجير لسيناء، وكلنا ولو الرئيس طلب مننا النهارده ان احنا ننزل ونفوضه ان هو يفضل على الموقف ده وان هو يرفض التهجير لسيناء، وكلنا مع ان هو يوصل المساعدات ومع الموقف السياسي المصري واقفين معاه والشعب كله واقف معاه ضد كل اللي بيحصل في فلسطين، ولازم كل المجتمع الدولي وكل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية اللي بس ما بتشتغلش غير على اللي بيحصل في, 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 في أي دولة تانية، لكن اللي بيحصل عندنا هنا في الشرق الأوسط ما فيش حد بيتحرك عليه، فلازم كل الشعب المصري وكل الشعب العربي يقف مع السياسات العربية والجهود المصرية في فلسطين. أنا بفوض الرئيس السيسي وإحنا كلنا وراه، ولازم الوقت ده كل مصر تتجمع ورا الرئاسة والشعب العربي كله يبقى ايد واحدة. انا بدي التفويض لسيادة الرئيس، طبعا لازم يبقى في وقفة في الإعانة والمعونة دي تخش للناس دي، الناس دي ما ذنبهاش حاجة. مفوضين سيادة الرئيس في كل حاجة، لان هو امين علينا وحافظ على البلد وحافظ على الشعب المصري وحافظ على الأمة العربية كلها، فمفوضينه في اي حاجة مش على فلسطين بس، واحنا واقفين معاه فلسطين عشان خاطر اساسا القضية مش قضية فلسطين، قضية انهم عشان يزيلوا دولة فلسطين خالص مع الخريطة. فاحنا واقفين معاه، واقفين مع الشعب الفلسطيني، واقفين مع الأمة العربية كلها، لان اللي حصل ده ما حصلش في اي تاريخ مستشفى تضرب بالمنظر ده كده بالبشاعه دي كلها. لا احنا طبعا مرضيش اي حد. طبعا يا فندم دي حاجه لازما كلنا نعمل كده ونفاوض سياده الرئيس، لو احنا ما عملناش كده مين اللي هيعمل كده؟ طبعا احنا الشعب وهو بيحكم الشعب، وطالما هو بيحكم الشعب يبقى من حقنا نفاوضه ان هو يعمل حاجه زي كده، خصوصا ان مصر اكبر داعم للقضيه الفلسطينيه، بس للاسف محدش واقف وياه. في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة والمكثفة للمشروعات التنموية في مصر ودفع معدلات تنفيذها لدعم المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة على مختلف المسارات، تفقد الرئيس عمل تطوير محور المستشار عبد المجيد محمود الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها في منطقة المقطم بالقاهرة الكبرى، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم أعدادا كبيرة من المواطنين. وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إلى أن الرئيس تفقد كذلك أعمال إنشاء امتداد محور حسب الله القفراوي وكورنيش النيل بمنطقة المعادي. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، حيث شملت الجولة أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها في منطقة المقطم بالقاهرة الكبرى، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم أعداداً كبيرة من المواطنين. سيادتك كل منطقة تحتوي زي سيادتك ما أمرت على مكتبة عامة وصالة لعرض الأفلام الوثائقية، وكل صالة فيها منطقة مفتوحة للأفراح ومنطقة مقفولة، وفيها أماكن للإصلاح، الأماكن الإصلاح والصيانة للسيارات، وفيها أماكن ترفيهية للأطفال، وفيها أماكن فندم لصلاة أفراح مقفولة مكيفة، وأماكن في بعض المناطق صلاة مفتوحة في الصيف. يعني أنت عايز تقولي دلوقتي إن إحنا قدرنا على محور عبد المجيد محمود اللي هو في المقطم، عشان بس تبقى الأمور واضحة، أيوة إحنا فين؟ مش كده؟ إحنا في المقطم. عشان المناطق دي كلها معمولة
يعني احنا بنقول عليها كده، احنا بنتكلم على مناطق تساهم في تنميه محترمه للمجتمع اللي هنا، بنقول له عايز خدمات، الخدمات اهي بالشكل ده، سواء كانت للناس او للعربيات او لاي وسائل اخرى، مش كده؟ تمام بالظبط كده. احنا خلصنا، احنا خلصنا يا فندم. وفي فعلا في ناس يعني بيجوا حاليا بيترددوا على المنطقه ديت بالليل. الطريق يا فندم خلص كله بالكامل، عاد الحته اللي جزء بس اللي هو فيه ميل ده، لكن الطريق بالكامل مفتوح للمرور سيادتك يا فندم. وبقيه الطرق اللي جوه كلها سيادتك ما امرت اللي هي العموديه خلصت بالكامل سطحيه علشان يكمل باذن الله تعالى. شكرا يا اوامر يا فندم. اوامر يا فندم. السلام عليكم. اتفضل. كما تفقد السيد الرئيس أعمال إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي وكورنيش النيل بمنطقة المعادي. التطوير ده فندم هيكون عبارة عن 4.750 طرق وكيلو 600 كباري. ال 4.750 طرق دول يا فندم هيبتدوا من منطقه من امام متحف الحمادرات وبطول كيلو ونص. بالاضافه لكده يا فندم هيتم تطوير طريق كورنيش النيل بدايه من اسم مصر القديمه حتى تقاطعه مع الدايري. بالاضافه لكده يا فندم هيتم تطوير طريق مصر حلوان زراعي اللي هو في خلف سيادتك يا فندم. بالاضافه لكده يا فندم هيتم تطوير مثلث مجمع بين الاديان. بالاضافه لكده يا فندم تم الانتهاء من انشاء كوبري الاشاره قصر النبي، وده هيحرر الاتجاه القادم من اتجاه المعادي في اتجاه مصر القديمه، وده هيحل الازمه المروريه اللي كانت بتحصل هنا في الميدان الموجود بتاع قصر النبي يا فندم. بالاضافه لكده يا فندم بيتم انشاء كوبري العاشر، ده الكوبري القديم يا فندم اتفك، كان هو كوبري عباره عن حركه مروريه واحده، كان بيجيب اللي جاي من اتجاه محور الحضارات من كوبري صلاح الشاذلي بينزله يا فندم على كورنيش النيل، وبياخد الاتجاه اللي جاي من كورنيش النيل او من دار السلام بيوديه الاتجاه الثاني. هيتم يا فندم تعظيم الاستفاده من الكوبري ده ان هو هيتعمل مطلع اللي قدام سيادتك هنا يا فندم، ده هياخد القادمين من اتجاه المعادي ومن اتجاه دار السلام يوديهم في اتجاه متحف الحضارات. بالاضافه لكده يا فندم هيتم عمل منزل للقادمين من اتجاه متحف الحضارات يوديهم في اتجاه كورنيش النيل، وهيتم عمل نزله يا فندم دي جديده استحدثت، هينزلهم في اتجاه محور مصر القديمه قدام مصر القديمه يا فندم. الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه يا فندم. وبكده يا فندم بنهوي اعمال الكوبريين دول يا فندم ان شاء الله باذن الله هتكون مشكله الاشاره اللي كانت هنا والزحمه بتاعت كوبري العاشر هتكون اتحلت باذن الله. بالاضافه لكده يا فندم واحنا شغالين بيتم تطوير خطوط شبكه المرافق كلها، يعني احنا يا فندم هنا واحنا بننشئ الكوبري هنا الاتجاه ده او الاتجاه ده تم بالتعاون مع شركه الكهرباء وشركه المياه والصرف الصحي. المرافق اللي موجوده. جميع المرافق يا فندم بتتطور واحنا شغالين، بالاضافه ان بيتم تغيير خطوط المياه الاسبستوس القديمه اللي هي لولا التطوير اللي كان هيتم ما كانش هيتم يا فندم. احنا معادنا هنا ان شاء الله فندم باذن الله اخر 11 اخر 11 باذن الله فندم. طيب الكوبري ده كوبري فندم ده امتداد حسب الله الكفراوي فندم. طيب. احنا بالعرض على سيادتك تم التصديق على انشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي بطول 6 كيلو، ده هيتم ربطه بمحور حسب الله الكفراوي القديم ويعبر النيل ويتربط على طريق اسوان الزراعي، وهيكون فيه يا فندم كوبري بطول كيلو ونص كوبري الفنان عادل امام، ده يا فندم بدانا فيه بالفعل برضه. حاجه تاني تحت امر سيادتك. شكرا يا احمد. شكرا. ربنا يخليك. ولمزيد من الأخبار مشاهدينا يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور وجوجل بلاي أو من خلال الكي آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلي لؤي أباظة وهذه تحياتي أنا شاهين عبد الرحيم، دمتم في أمان الله.